السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا سادس. اليوم إن شاء الله درسنا رح يكون درس جديد وآخر درس بالوحدة، اللي هو وحدات قياس الحجم. بالنسبة لوحدات قياس الحجم، أول شغلة بتخطر على بالي كونه حكالي قياس حجم ووحدات، يعني مثلا متر وأكيد مكعب لأنه حجم، سنتيمتر مكعب، ديسيمتر مكعب وهكذا. تعالوا نبلش بأول وحدة من وحدات قياس الحجم وهي اللتر. اللتر هي عبارة عن سعة وعاء مكعب، مكعب الشكل، سعة وعاء مكعب الشكل، يعني بيكون هذا الوعاء على شكل مكعب. طول ضلعه، طول الضلع 1 ديسيمتر مكعب، يرمز له بالرمز لتر يعني لام. شايفين شباب هاي اللام، هاي رمز اللتر. أي بينما الملي لتر هو سعة كمان وعاء مكعب الشكل. كونه الملي لتر أصغر من اللتر معناته طول ضلعه لهذا الوعاء 1 سنتيمتر، ويرمز له بالرمز اللي هو ميم لام أي ملي لتر. شباب أنا لما أتعامل معك ممكن أكتب لك اللتر بوضوح، ممكن أكتب لك بس حرف اللام، ممكن أكتب لك ملي لتر، وممكن أكتب لك بس الميم لام اللي هي بتشكل ملي لتر. تذكر أن هاي كتير مهمة شباب، تذكر أن 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر مكعب وتساوي 1000 سنتيمتر مكعب. حلو، شو أنا فهمت من هاي العبارة؟ فهمت إنه كل 1 لتر هو نفسه 1 ديسيمتر مكعب. يعني أي إشي بيسألني عن الديسيمتر مكعب زي أكنه بيسألني عن اللتر، أي حدا بيسألني عن اللتر زي أكنه بيسألني عن الديسيمتر مكعب، لأنه الاثنين متساويين. بينما 1 ملي يساوي 1 سنتيمتر مكعب. يعني أي حدا بيسألني عن الملي هو نفسه السنتيمتر مكعب، متساويين. فلو أنا بدي أوجدهم هم نفسهم 1 على 1000 ديسيمتر مكعب وواحد على 1000 لتر بيساوي. شباب ما بيهمك بهذا الحكي قد ما بيهمك هدول الدرجين، ومهم تحفظهم كتير لأنه كل شغلك عليهم. هلأ كل لتر عشان أحوله لملي لتر بيناتهم بهذا الدرج 1000، وأنا نازل ما بدنا ننسى حكينا دايما الكبير بيضرب الصغير، بس الصغير ما بيقدر يضرب الكبير، بتنازل له. فمن الكبير للصغير بضرب، أما من الصغير للكبير بقسم على 1000. والدرج الثاني اللي هو في متر مكعب، ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، بيناتهم كل واحد كمان 1000. تمام، إذا استفدنا من كل هذا الحكي بأنه وحدات قياس الحجم هي متر مكعب، ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، لتر، ملي. تعالوا نبلش نحل مسائل نطبق على هاي الأدراج اللي إحنا حكينا عنها. شباب دائما الدرج يكون قدامك عشان تعرف تشتغل عليه، تمام؟ طيب رح أبلش عطول بمثال 4. ليه ما بلشت بمثال 1؟ اللي بيفهم مثال 4 رح يفهم كل الدرس. مثال 4، ضع العدد المناسب في المربع لتحصل على العبارة الصحيحة فيما يلي. أول واحدة اللي هي ألف. شباب ألف بيحكي لنا 15 سنتيمتر مكعب يساوي كم من اللتر؟ 15 سنتيمتر مكعب كم بيساوي من اللتر؟ طيب ال 15 ديسيمتر مكعب، حكينا أول ما أشوف ديسيمتر مكعب زي أكنه بسألني عن اللتر، يعني متساويات. في داعي أضرب أو أقسم؟ لا. إذا 15 ديسيمتر مكعب هي نفسها 15
لتر هي نفسها 15 لتر. إذا إجابة واضحة ومباشرة. لكن تبهوا على با، 5 لتر، 5 لتر كم تساوي من المل؟ كم تساوي من المل؟ معناته هون بحتاج أنا درج، درجي هيو اللي أنا رح أشتغل عليه، من لتر لمل رح أضرب بألف، لأنه نازل أنا نزول من اللتر للمل، فرح أضرب 5 ضرب 1000 وتساوي 5000 ملي لتر، تمام. بينما الأربعة مل كم تساوي سنتيمتر مكعب؟ شباب ممتاز، أول ما خطر ببالنا إنه حكينا شو ما بيسألني عن المل هو نفسه السنتيمتر مكعب، إذا متساويات على طول بروح بحط كم؟ 4. ممتاز. طيب تعالوا على دال، بيحكي لنا 20000 ملي كم بيساوي من الديسيمتر مكعب؟ كمان نفس الإشي، أول شغلة بحكي أنا لما يسألني عن المل ماشي لازم يكون حاط لي سنتيمتر مكعب، صح؟ طيب لما أنا شفت هون شفت ديسيمتر مكعب، الديسيمتر مكعب له علاقة في مين؟ باللتر، متساويات، معناته أنا بحتاج أي درج بين الملي واللتر. برافو، كونه أنا رح أنزل رح أطلع طلوع من الملي لتر لللتر، من الصغير للكبير رح أضطر أقسم على 1000. شباب هاي لعبتكم، يعني أنتوا كنتوا دائما تلعبوا فيهم، تلعبوا يعني تعرفوا تعملوا على الأدراج، تمام. كونه قسمة على 1000 رح أطير الأصفار، إذا كم ضل عندي؟ 20 ديسي متر مكعب. ممتاز، تعال ناخذ أمثلة زيادة ونشوف كيف ننحل عليها. اللي هو رح أبلش بسؤال 2 صفحة 81، هذا شباب لازم تدونوا لي اياه على الكتاب، تمام؟ أول وحدة 8 ديسي متر مكعب، 8 ديسي متر مكعب، انت بدك تحولها للتر، بدك تحولها للتر، تمام. 8 ديسي متر مكعب، تمام، نحولها للتر مباشرة. ممتاز، ايش راح اعمل؟ احكي انها هي كمان تساوي 8، تمام. طيب شباب عنا هون 8 ديسي متر مكعب، بدي أحولها للمل، مل، انتبهوا. ممتاز، الديسيمتر مكعب مباشرة هي عبارة عن إيش؟ عن اللتر. ممتاز، معناته رح أضرب 8 بكم؟ بألف. إذا 8 ضرب 1000 مباشرة كم بيعطينا؟ 8000. ممتاز. طيب هلا تعالوا على جيم، 300 مل، 300 مل، أنا بدي أحولها لديسيمتر مكعب. برافو، أول ما شفت ديسيمتر مكعب راح أحكي مباشرة إنه هي إيش؟ لتر، تمام. فراح أضطر أضرب أقسم الميل على كم؟ على 1000، لأنه من الصغير للكبير على 1000. 0 طاروا، 3 على 10 ما بتخوفني، هي 3 من 10، تمام؟ تمام. هلا تعالوا على دال، 1 على 5 متر مكعب بدنا نحوله لللتر. فيها شوية بتخوف، أنا شفت لتر مكعب وشفت لتر عطول، لا ما بتخوف. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه اللتر هو نفسه ديسي متر مكعب. صارت سهلة، معناته الدرج رح أنزل من متر مكعب لديسي متر مكعب، معناته رح أضطر أضرب بألف، رح أضطر أضرب 1 على 5 ضرب 1000. شباب إحنا بنعرف إنه بنختصر 5 فيها 1 والألف فيها كم؟ 200، إذا رح تصبح 200 لتر. ممتاز، تعالوا على فرعها، فرعها بحكي لنا
15,000 ملي لتر. نحول لللتر، سهلة وبسيطة، نفس اللي تكرروا معنا. راح أقسم على 1000 لأنه من الصغير للكبير، فأنا بصعد الدرج. إذا راح يطيروا الأصفار، فراح تصبح معنا كم؟ 15 لتر. تعالوا على واو. واو 12 لتر، كم تساوي من المل؟ كمان سهلة لأنه من الكبير للصغير، فمعناته راح أضرب بألف، فراح تصبح 12,000 مل. ممتاز. طيب هيك بنكون خلصنا كل التحويلات وصارت لعبتنا. اي تحويل بمر معنا رح نقدر انه نحوله. تعال نشوف سؤال واحد، صفحة 81. كم لترا تتسع عبوة سعتها 16,000 متر؟ سوري، ملي لتر. كم لترا تتسع عبوة سعتها 16,000 ملي لتر؟ ممتاز. اول شغله انتو حكيتوا لي اياها راح تحكوها، انه راح نحول اللتر لملي، سوري، راح نحول الملي لتر، راح نحول الملي لتر لتر، لانه حكى لي كم لتران، كم لتران، راح نحول من ملي لتر لايش؟ للتر. ممتاز. إذا 16,000 كم بدها تكون من اللتر؟ راح أقسمها على 1000، 3 أصفار بيروحوا مع بعض، تبقى عنا 16 لتر. 16 لتر. سؤال خارجي، ما الوحدة الأكثر مناسبة لقياس السعة كل مما يأتي؟ ألف، طبعا أنا عشان أقدر أجاوب هذا السؤال بدي أتذكر شو هي وحدات قياس السعة، اللي هي لتر، ملي لتر، هم لأشهر إشي، تمام؟ بقدر أستخدمهم وأستثني الديسيمتر والسنتيمتر. ليه؟ لأنه السنتيمتر مكعب هي نفسها مين؟ نفسها اللتر، والسنتيمتر مكعب هي نفسها مين؟ ملي لتر، فأنا بستثنيهم. إذا عبوة شامبو، فراح أستخدم لتر ولا ملي لتر؟ ممتاز. عبوة شامبو راح أستخدم، لأنها مو كتير كبيرة راح تكون، راح أستخدم الملي لتر. وممكن إذا شامبو، علبة شامبو كبيرة، شو تستخدم؟ لتر. تمام. معلقة كبيرة، قد ما تكبر حجم المعلقة، مو معقول تكون لتر؟ لا. شو راح نستخدم كمان؟ ملي لتر. سعة سهريج بنزين كبيرة، صح؟ كتير. شو راح استخدم؟ لتر. سعة زجاجة دواء، لو كان زجاجة دواء تاعت الأطفال شو راح نستخدم لها؟ مل. حتى لو انها تاعت الكبار شو راح نستخدم لها؟ مل. عمركم شفتوا دواء كتير كبيرة العلبة كتير 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 لحد ما توصل لتر؟ لا. مثال واحد، صفحة 81. تحتاج نجاح إلى 200 مل من الحليب لصنع قالب حلوى، فإذا كان لديها 1 لتر من الحليب. ممتاز. هذا كله اللي أنا بقرأه معطيات. المعطيات 200 مل من الحليب هي عندها، بدها تصنع قالب حلوى وهي معها 1 لتر من الحليب، فكم قالبا من الحلوى يمكن أن تصنع؟ كم قالب؟ شو بنحكي؟ أول شغلة بنحكي عدد قوالب الحلوى اللي هي بدها تصنعهم، رح يكونوا كمية الحليب اللي لديها وقديش هي بتحتاج لكل عبوة. تمام. هلا بصير عندك 1 لتر على 200 مل وتساوي، إذن عدد قوالب الحلوى 1 لتر على 200 مل. الواحد لتر، ممتاز. أول شغلة لازم أحول إيش؟ الوحدات تكون متساوية. الأسهل إن أحول من لتر لمل، رح أضرب الواحد بألف، فرح تطلع 1000 ملي لتر على 200 ملي لتر. إذا كم تساوي؟ طيروا الأصفار، رح تصبح 5 قوالب. إذا بتحتاج لخمس قوالب. إذا عدد القوالب اللي راح تقدر تعملهم أو تصنعهم 5 قوالب. يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا.